نقطه من اول السطر. ايوه. انت اتجوزتي الراجل ده ازاي؟ هو ساعتها ما كناش نعرف عنه اي حاجه، جواز صالونات. هو يعني ايه جواز صالونات؟ يعني جه اتقدم هو واهله. مش شفتيه يا هبه؟ شفته وعجبك؟ بس ما كنتش اعرف. يا هبه طب رد عليا بس يا هبه. ايوه. وعجبك؟ وقلتي هتجوزه؟ وما كنتش شاربه حاجه؟ لا ما كنتش شاربه حاجه. يبقى انت اخترتي صح؟ ايوه اخترت، بس معاشرته حاجه. قعدت معاه كام سنه؟ ما كملتش، انا شهر وكنت مراته. ما كملتش. قعدت كام سنه متجوزه؟ انا قعدت معاه ست سنين كده. انا سايبه بنتي بقى لها سنه، بقى لي 6 سنين كنت قاعده معاه. يعني قعدت متجوزه 6 سنين؟ متحملاه والله العظيم 6 سنين، كنت عايشه في عذاب ومتحمله عشانها. زواج الصالونات بقى والبتاع بقى، جواز الصالونات ايه؟ ايه جواز الصالونات دي؟ جالك واحد وقعدت معاه مره واثنين وعشر وشفتيه وشافك. اتصال اختنا هبه قعدت مع الراجل شهر، وهي انا عديت العباره بسرعه، قالت قدامكم قعدت شهر وكنت متجوزه. غلطت، ما ادتش لنفسها فرصه تفكر وتشوف وتختبر وتسال عن اخبار الراجل اللي جاي يتقدم ده ايه. فمفيش حاجه اسمها جواز صالونات، في حاجه اسمها واحد ابن ناس بيجي يتقدم، بيشوف، بتشوفه، بتسالوا عنه، بيسال عنكم، بتقعدوا فتره كافيه انتوا الاثنين تختبروا بعض لحد ما تشوفوا الدنيا رايحه فين وجايه منين، ينفع ولا ما ينفعش.